السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتو آدم ومش مشتركين قناة كتو آدم. النهاردة إن شاء الله في يوم جديد وحلقة جديدة عن متابعة السلاكة الجديدة. الحمد لله فتحنا في كام قص كده، الحمام ابتدى اللي هو يطلع ويخش، وزي ما احنا قلنا لكم المرة اللي فاتت، ادي الباب اهو الشباك بتاعه، طول ما انا موجود بفتح الباب بتاعه، مش موجود بفتح لهم الدرفة دي، اتعودوا بقى اللي هم بيطلعوا وبيخشوا. في اللي هم كام واحد واقفين الناحية دي على السور ده، في كانوا قصين صغيرين كده، فلقيتهم ايه بقى يتعبونا، لا كل ما افتح قص مثلا يخشوا عايزين ياخدوا الباب، رحت رافعهم في السلاكة التانية اللي هم كان اللي هو كان ابيض شربوز وتلاتة انجلايز، رفعتهم ودول بقى عشان كان ربنا كرم اللي هو طلع واللي تحته زغاليل. الحمام ده كان معظمه اللي هو كان محسي، فربنا كرم كده. واوريكم بس اللي هو صحة الزغاليل بتبقى عاملة ازاي في قلب السلاكة الحضان السايب. دول قص كده بنفتح لهم من الصبح برضو اهو، لسه مفيش اي، بنسيبهم حطيناهمش لسه الاكل اهو، بيبدأوا اللي هم يحدقوا ويتنططوا على الاسطح كده اهو، وبيجوا بقى خلاص قرب العصر قرب يقدم، فبيبتدوا بقى اللي هم خلاص كل قص ايه يجي بقى الباب بتاعه يسكن في قلب الباب بتاعه، بحيث ان احنا نحط لهم الاكل ونقفل عليه. ادي اهو برضه اهو اللي هو العيون الخشب دي كويسه قوي، بص حتى الزبل اللي هو ايه اهو ناشف فيها، حضان اللي هو السايب ده هو اصلا بس ساعه البياته، بس لسه برضه كل ده انا بحفظ البيبان بتاعتي لسه ما فتحتش لكلهم، فاحنا بنفتح للاصوص دي اللي هم قص قص، يعني بنفتح لهم مش كلهم على بعضهم عشان خاطر ما يحصلش خساره عندك، ولا حصوره تتكسر ولا يموتوا زغلول ولا اي حاجه. اهو فتحنا باب اهو اولاني، جلنا الصف ده، فتحنا ده لان الصف ده يا دوبك لسه اهو لسه بيفكوا. فالمعلم حماد اهو مدي الاستباحه علف، بس اول ما الزغاليل بتفك بيدي علف بس. دلت اهو بصوا ابتدوا يدبسوا، المكلب بتاعهم ايه مقلوب ما كلفوش، دولت راقدين على حصى. فطبعا الصف ده الزغلين دولت صغيرين والقص ده مش سايب عندي، فانا ما ينفعش ان انا سايب قص زي كده مش سايبين عندي افتح لهم الباب. ليه بقى؟ لان دلوقتي النتات ضاعت، الدكر ضاع، انا اللي خسرت القص وخسرت الزغلين، فانا بسيبهم كده هسيبهم مفيش اي مشكله، بس لما يكون الزغاليل شدت حيلها بحيث اللي هي تعتمد على نفسها، فيبتدي اللي هو الدكر والنتايه يطلعوا ويخشوا على عيالهم، خلاص هم ركزوا وكده كده انا بحفظ الباب وبحفظ الدنيا، وهيطلعوا هيكونوا في شويه حمام اللي هم سايبين عليهم. ودولت راقدين طبعا الباب اللي فوقيهم اهو، ودول برضو الدكر ده سايب، والنتايه دي انا خريطها له، الدكر ده كان سايب هنا على السطح وانا خريط له النتايه دي، وبرضو راقدين على حسب. طيب دلوقتي انت بتعمل ايه؟ دلوقتي انا لما باجي مثلا بتمم على الاسوس دي وبتابع الاسوس دي، دلوقتي اللي هو مثلا كله بيفك، لان في مشاكل بتقابل الناس اللي هو زغلول وزغلول. طيب احنا بنبدا بقى اللي احنا واحنا بنتابع بنشوف، ادي اهم يعني هتلاقي مثلا ايه ده مش اخو ده، فبنحطهم بنوسطنهم قبل ما الزغاليل اللي هي تدبس وقبل ما يطلع الريش بتاعهم، بحيث اللي هي الزغاليل او الاهالي اللي هي ياكلوها وما اللي هم ما يبقوش اللي هو يضربوا ده الزغاليل الصغير، وما يبقاش معايا واحد صغير واحد كبير. ادي الدكر ده اهو سايب والنتايه مخروطه، فببدا بقى وهم لبس صغير، ففي اللي هو مثلا ايه بيبقى يوم بعد يوم بتلاقي مثلا لبس كبير ولبس صغير، فانت بتلحقهم على قد ما بتقدر بتوسطنهم، بتحط الاثنين الصغيرين جنب بعض وبتحط الاثنين الكبار جنب بعض. طيب الاثنين الصغيرين دول بنقي القص اللي هم لسه التلبين بتاعهم شغال، يعني ما جيش اللي هو مثلا بعد اربع خمس ايام وابدا اللي انا مثلا ادي القص اللي هم خلاص بيخلصوا اللبة، لا انا هاخد الصغيرين دول بحيث اللي هم لو ناقصهم غذاء القص لسه شغال في مرحلة
التلبين بتاعتهم، فانا كده بخلي الزغلول معايا بصحه كويسه، مفيش بقى زغلول يطلع ضعفان. لا انا شفت القص اللي هم لسه جهاز التلبين بتاعهم شغال، وحطيت لهم الاثنين اللي هم الضعاف او الاثنين اللي هم صغيرين، بحيث اللي هم يكتسبوا اللي هو التلبين بتاعهم، لان بيبقى في اسس محتاجه لتلبين او ما خدتش حقها في التلبين بتاعها. اهو دولت زغلولين اهم. بص هوريكم برضو ايه صحة الحمام وهو سايب، لسه الحمام ما اكلش. ادي الزغلولين قد بعضهم اهو، اتنين اخوات دولت طبعا راقدين. عايز بس ايه هوريك صحة الحمام ده، انا لسه برضو هما كام واحد اللي هما ايه فكوا، فاحنا فاتحين لهم. وادي الزغاليل اهي مدبسه، وادي الحمام ابتدى اللي هو ايه بيطلع بص ويخش اهو. لكن هما دلوقتي خلاص حفظوا معاد ايه كلفتهم، الوقت بتاعهم خلاص معاد الكلفه، فهتلاقيهم كل عص هيبتدي اللي هو يسكن في قلب الباب بتاعه عشان خاطر كلفته. اهو بيطلعوا يقفوا اهو. ادي الاسس بتاعتنا يا جدعان. فدي الحضان السايب ده بيبقى صحته كويسه، الزغاليل طالعه كويسه، المرض قليل، يعني حته المرض والشفاء والموت والحياه ده بتاع ربنا، بس احنا بنجتهد بنعمل اللي علينا، والتوفيق ده من عند ربنا. فهي قصه الحضان السايب ده ما فيش احسن منه. فانت شايف اللي هم الزغاليل صحتها عامله ازاي، ولسه الحمام ما كلفش اهو. يطلعوا بقى ينقضوا شوية ايه اي كلفة واقعة من على السطح. لو كنا مثلا هنرمي لهم ايه حفن الكلفة بره كده اهو، والباب بيبقى مفتوح، بيفضلوا يهدروا على الاسطح كده وبيحدقوا. فهو التحديق ده بيبقى تحديق رباني، فالزغلول بيطلع بصحة كويسة. الزغلول ما بيطلعش مطعون، بس هي حتة اللي هو بيطلع واحد كبير واحد صغير لازما، حتى لو الاسس بتاعتك، لان في اسس بتبقى خايبة، في اسس اللي هو مثلا ايه بتأخر في فك الزغلول، ممكن زغلول يفك وبعديها اخوه يفك بيمين، فهي دي الاختلاف اللي بيحصل. طيب في نقطة تانية مثلا ممكن برضو اللي انت تعملها لو الاسس دي سايبة، وانا ما عنديش برضو زغاليل اللي هي اقدر اللي انا اوفق اتنين كبار واتنين صغيرين، بتشيل اللي هو الزغلول الكبير الاول ساعة الكلفة، وبتسيب لهم اللي هم يأكلوا الصغير، يديله الغذاء الأول، وبعد كده تحط لهم الكبير لمدة 5 6 أيام أسبوع بالكتير أوي، هتلاقي الاتنين بقوا بصحة كويسة، وهتلاقي الاتنين سن واحد. ده أهو كده على قد ما نقدر إيه، برضو مش عايزين نكربس عليكم المعلومات، واحدة بواحدة كده، وزي ما إحنا قلنا لكم بنشتغل واحدة بواحدة، بحيث إن أنت تبقى عايش معانا لحظة بلحظة. برضه نوريك اللي هما الاتنين البنايدر اللي احنا سايبينهم، وهنوريك برضه عشان كل مصداقية برضه، عشان الناس تفتكر اللي هي في حاجة ضاعت واحنا مخبيينها والقصة دي لأ. ادي اهو بص الحمام اهو، الاتنين البنايدر واقفين اهو، دولت زغلين مفيهمش ضرر ولا أي حاجة. وادي الحمام على السطح اهو. فده متعودوا ان هم يخشوا للشباك بتاعهم. ادي دوت اللي كانوا سايبين تحت طلعناهم من اهو. وادي ده ومعاه البيضه شعلباز دي مبرمتها ايه اهي، طلعناهم. وادي حصهم تحتيهم حصويتين لسه عيال صغيره، بس هي الفكرة لازم تطمنهم ما تخوفهمش. فقصة اللي هو مثلا سايبهم تحت، سايبهم تحت مش مطمنين، مش عارفين ياخدوا اللي هم باب، لان البيبان كانت مكتملة، فمش عارفين اللي هم ياخدوا مكسح. لا رحت مطلعهم هنا رايح دماغي، بحيث اللي هو كل ما اجي افتح القص هتلاقي اللي هو الدكر عايز ياخد بابه، هيفضل يضرب في القص الكبار والقصة دي. لا خليهم يطلعوا هنا وتفضي دماغك. فانت لما بتتعامل اتعامل واحدة بواحدة، ما تحطش الحمام كله على بعضه، لان انت
ما تخسرش الزغاليل، ما تخسرش حصى. في دكر غبي بتلاقيه اللي هو، لان في كوره بتبقى غبيه اساسا في المكان بتاعها، في كوره كده تفضل تطلع ترازي في الدنيا كلها. فانت شايف في دكر ما فيش منه منفعه او بيزق كويس والنتايه بتاعته بتزق كويس، اقفل عليه ومريح دماغي ما افتحهوش، لان في كوره بتفضل تخش ببان مش ببانها عشان خاطر اللي هي بتفضل تبوظ لك بقى في حصى، تموت لك زغاليل. فانت عشان ما تخسرش لا، اقفل على القص دولت او اقفل على الدكر او الغي الدكر خالص. لازم الحام يبقى حنين. كان عندي زمان ليا تحدين سايب والله العظيم، كانوا اللي هو بيلاقوا زغاليل على الارضيه ما لهمش دعوه بيهم، في حمام كان بيزقهم وما بيكونش اهليهم ولا عيالهم وبياكلوهم ما فيش اي مشكله، وفي حمام بيقول لك لا انا ده ما مش ابني ولا اضرب فيه ولا اي حاجه، وفي حمام تلاقيه يمسك الزغاليل تلاقيه فتح لهم دماغهم، تلاقيه ورم لهم عينيهم. لا الحمام الغبي ده بناقص منه عشان خاطر ما تخسرش ايه الزغاليل بتاعتك، وتخسر الحصى وتخسر الدنيا كلها عندك في السلاكه. ده كان فيديو كده عن السلاكه الجديده، واجعلها كده وش الخير كده علينا ان شاء الله، وربنا يكرم الناس كلها ويصلح حال الناس كلها كده يا رب، وان شاء الله بالتوفيق لجميع الناس. كان معكم كوتو ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.